استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم الخبير الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاح سلام فياض ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، والقائمة بأعمال الجهاز التنفيذي لاستيعاب مساعدات المانحين خلدون سالم صالح محمد. وفي اللقاء أشار سلام فياض إلى أن المشاريع الاستراتيجية مثل تحلية المياه وتوليد الكهرباء وبما يوفر الحاجة للناس ستأخذ وقتها الكافي، وسنعمل باهتمام على تنفيذ المشاريع التحويلية الصغيرة التي يحتاج إليها الناس سريعا من أجل إحداث نقلة نوعية خدمية واقتصادية، وسنوظف الموازنات والمساعدات وبما يوازي الإنتاج والعمل في المجالات المختلفة. وأضاف فياض: نحن الآن بصدد تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، وبما يؤكد المصداقية في العمل والتوجه الصادق نحو إحداث التغييرات في اليمن بكل ما نملك من قدرات وتوظيف كافة الموارد المشار إليها لتحقيق ذلك.